لا اخذوهم الا مواد جامع على الكرسي هم راح يبوك. ها نقطة يعني موك واحد ما يبوك. ضربه سحر اسود، لعنته تصيب اي شخص يجلس عليه. كرسي السلطة ومن عليه تخاطر روحي واحيانا عدوى متبادلة. الانتخابات على الابواب والاختيار مهمة معقدة تتطلب حسابات دقيقة يجريها الناخب من أجل تمييز المرشحين الذين لا يتأثرون بهذا السحر. هذا بي يعني نوع من السحر صراحة، يعني بسحر هذا كرسي السلطة. اليوم احنا مستحيل اليوم اكو شخص يتولى منصب او يتولى دفة حكم اذا ما يغير هذا الكرسي. فبالتالي يعني اليوم العدوى هي شلون العدوى؟ لا لا هي مو عدوى. شوف الانسان يعني دائما حتى الله بالقرآن يقول المال مثلا يقدم حتى على البنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال مقدم على البنون. فبالتالي يعني اليوم انت من تكون بدفة حكم راح يكون بيدك المال، راح يكون بيدك الجاه، راح يكون بيدك كل شيء، فبالتالي راح تتغير. أبسط الأشخاص إذ عرض عليه هذا الكرسي هكذا ستكون ردة الفعل. يعني أنا صار احتمال شوي أهون من عندهم، بس هم أبوك. إيه. ماكو واحد ما يبوك، يعني هو هذا يجيبك يخليك تتبوك. ما تبوك الله وياك. يعني الكرسي هسه قاعد عليه العربانشي والزبال والحافي والسبح، يعني كلها قعدت عليه، فالكرسي هذا بوك. لا تقول لي الأشخاص مو زينين. الشيء الوحيد الذي يكسر لعنة الكراسي هو هذا الكرسي المتحرك، أو ربما انتخابات نزيهة مبنية على ثقافة شعبية تفند كل المخططات الخبيثة والغايات التي تبنى على الأطماع والمصالح الشخصية. لازم واحد يزرع طيب، هذا الكرسي مدوم. مدوم؟ أيه. أنا أقول لك مدوم. أيه. الفرصة صارت مؤاتية للناس أن تخرج وأن تنتخب الشخص الصح، بدل أن تتجه باتجاهات تابعة لأحزاب وفئات وربما أفراد هم مو بالمكان الصح. لا، هسه أنا علي أن أخرج وأصحح المسار بدل ما أقول أنه أنا شعلية ما علي. لا، الآن الفرصة قدامنا أنه نريد نشتغل صح، نريد نشوف الناس اللي لازم تقدم خدماتها وخططها اللي بحيث تخلي بغداد تتقارن ويا الدول الأخرى. من بغداد، مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.